قمنا بتوظيف الأساتذة المتعاقدين للتربية البدنية للطور الابتدائي، وهذا جاء تجسيدا لقرار السيد رئيس الجمهورية في إدراج التربية البدنية للطور الابتدائي، وبناء على تعليمات وتوجيهات السيد وزير التربية بخصوص توظيف هذه الفئة. عدد المناصب المفتوحة بالنسبة لهذه الفئة حسب البلديات هي 69 منصب، وكذلك بعد عملية التوظيف هناك عملية هي عملية التكوين تنطلق إن شاء الله من يوم 7 سبتمبر إلى غاية 18 سبتمبر إن شاء الله. هذا المنصب يعطي دفعة ونفس جديد للمدرسة الابتدائية، خاصة أن هذه المرحلة العمرية مرحلة هامة تحتاج إلى بعض التوجيهات وتسوية بعض السلوكات من عدة جوانب، سواء الاجتماعية أو النفسية أو البدنية، وبإذن الله ربي يوفقنا إن شاء الله بأن نكون في المستوى.